ها نحن هذه الأيام وفي شهر أكتوبر نحتفل بثورة 14 أكتوبر المجيدة، الذكرى 53، وانطلاقا لمشاريع دولة الكويت في اليمن في مجال التعليم، ندشن في هذا اليوم وفي محافظة عدن وفي مديرية المندارة توزيع أكثر من 5000 حقيبة من مدرسية سيستفيد منها أبناءنا الطلاب بمحافظة عدن. هذا الدعم يأتي بدعم مبارك من الإخوة في دولة الكويت، فنشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم السخي لإخوانهم في اليمن. طبعا القطاعات كما تعلمون مختلفة، في مجال الغذاء وفي مجال الصحة وفي مجال الإيواء وفي مجال التعليم. نحن اليوم دشنا وما زلنا ندشن مشاريع التعليم، بالأمس تم توزيع مشروع الحقيبة المدرسية في محافظة لحج واليوم في محافظة عدن، وسيكون بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى في محافظة أبين، وبعدها في محافظة الضالع، وبعدها سيكون في محافظة تعز. سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 20,000 طالب وطالبة، طبعا غير المشاريع الأخرى التي يأتي من ضمنها ترميم وإصلاحات في كثير من المدارس وتجهيزات. الكويت في مجال التعليم كانت سباقة وما زالت، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيكون لنا تدخل بإذن الله تبارك وتعالى في المرحلة الثالثة وفي المرحلة الرابعة. شكرا لقناتكم على تغطية هذه الفعالية الخاصة بتدشين توزيع الحقيبة المدرسية المقدمة من دولة الكويت في ظل الدعم المستمر التي تقدمه دول مجلس التعاون لكافة القطاعات في هذه المحافظة الباسلة وعلى رأسها قطاع التعليم، لما له من أهمية في إعادة طبيعة الحياة على طبيعتها. ونتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى للأخوة في مجلس التعاون على رأسها دولة الكويت على اختيار هذه الفئة الأشد احتياج لتوزيع الحقيبة المدرسية التي يتبعها فيما بعد توزيع الزي المدرسي. نحن في إدارة تعليم الفتاة في مكتب التربية عدن سنقوم لاحقا بقياس أثر توزيع هذه الحقيبة المدرسية والاهتمام بقطاع التعليم بشكل عام والتعليم الفتاة بشكل خاص، باعتبار أنه مثل ما يقولوا أهل الرياضيات 1+1=2، المرأة هي نصف المجتمع وهي الوعاء التي يحتضن النصف الآخر. شكرا مرة أخرى لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الكويت. اليوم نحن هنا في تدشين مشروع الحقيبة المدرسية وزي المدرسي المول من الكويت عن طريق هيئة الإغاثة اليمنية الكويتية. هذا المشروع طبعا يستهدف مئات الطلاب، آلاف الطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي في محافظة عدن. كلنا نعلم التبعات السلبية التي تركتها لدى المحافظة الأزمات الأخيرة التي حلت كانت على مستوى البلد. هذا المشروع هو يستهدف فئة معينة من الطلاب، هم فئة الطلاب الأقل دخلا، فئة الطلاب محدودية الدخل. نحن نثمن الدعم الحكومي الكويتي ودعم الهيئة الإغاثة اليمنية الكويتية، ونعتقد أنه هذا الدعم هو سيسهم إسهاما إيجابيا في الدفع بعجلة التنمية في البلد وانتشال الوضع الحالي من المستوى الحالي إلى المستوى المأمول. اليوم ندشن توزيع حملة الحقيبة المدرسية بدعم من دولة الكويت، وهذه الحملة طبعا هي حملة الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، وهذه الحملة تأتي في إطار التعاون مع دولة الكويت من خلال توقيع اتفاقية الدعم التي تتضمن عدة محاور، من ضمن هذه المحاور إعادة تأهيل مدارس دولة الكويت في عدن، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر والإدارات المدرسية والتربوية في المحافظة، وأيضا الدعم في التجهيزات المدرسية وفي الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.
طبعا اليوم تم تدشين توزيع الحقيبة في مدرسة الممدارة بنات ل 300 تلميذة وتلميذ في المراحل من الصف الأول حتى الصف التاسع، على أن يتم توزيع الزي المدرسي في مرحلة لاحقة إن شاء الله.